المواطنين المغاربه بغي يعرفوا شنو الراي ديالك واش ارتحيتي من اللي سمعتي خبر ديال الاعتقال. استاذ واش ما بغاش ديالو ان المواطنين كي انا عنده حق في انه ما يقدرش يحل الصيغه القانونيه بجواب. واش فهمتي؟ واش معك هو التاخير لاعداد المطالب المدنيه؟ الراي ديالو فقط. شوف حنا كندوي على الراي ديالو في الاعتقال. حق مشروع. ما قلنا حتى شي حاجه، حنا غير سولنا. السيد دابا هو ما انت ما واحد الا قال كلمه غير زبالي. ما تفوتش على 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 الخط. ما عارفش يقول لك الصياغه هو ما عارف اللي عارف واحد السيد صافي. حتى الراي هو ما يقدرش يعبر عليه ديالو هو. انا ما ماشي مشكل. صافي شغلو هذاك. اذا كيف شفتوا ما بغاش يتكلم، حنا مشينا عنده رفض انه يتكلم، ما عرفناش شنو السبب. حنا لا جاوبتينا ماشي كتجاوب مواقع، كتجاوب مواطنين اللي كيسولوا اشنو واقع لداخل. غادي نجاوب المواطنين دابا ارتاح نفسيا، لا نفسيا لا غنجاوبهم، ولكن غير ارتاح، ولكن نجاوبك من الصباح وحنا واقفين هنا الشمس كتضرب فينا شحال ما عبرت لينا. وجواب اخر انا 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 بخير وهذاك الشيء هذاك الشيء اللي هذا الشيء اللي غتقول لنا. سي حسن، سي حسن راه حنا معاك. كيف شفتوا الجواب ديال الاب الله يحسن العوان، فهمتي؟ الله يحسن العوان، يعني ما عرفناش المحامي وصاه 100%. كيف قال لنا السيد، قال لك راه ما غاديش يقدر يعبر بالكلام، يخاف من زلة اللسان او اي حاجة. نقولوا الله يحسن العوان، القضية ما سهلاش عنده، يعني رزقه ضاع ليه وما عمر ما دخل المحكمة شحال من حاجه كاينه. المهم نقولوا الله يحسن العوان، وغادي نحاولوا نتواصلوا معاه من بعد ونحاولوا نسولوه شنو شنو واش الكلام اللي تقال ديال ان البارح كانوا جاوا عندو ناس عرضوا عليه مبلغ مالي مقابل تنازل على القضيه. هادشي اللي بغينا نصرحوا به. سولنا قال لك شغلو هذاك. إذا المشاهدين موقع شفت تي في تبعتوا معنا، كان رفض ديال الضحية يتجاوب مع الصحفيين. غادي يخلي واحد، كاين واحد التعاطف مع مع الاب ومع الطفل في هذه العمليه ديال انه ما يعطيش التصريح وبإعاز منك شويه. قلتي ما عندوش تكييف قانوني للعمليه. دابا وليتي إعاز قانوني. لا انت قلتي يا استاذ، قلتي اننا ما بغيتوش يدير التصريح باش ما يعبر، لانه ما يقدرش يشرح لك تفاصيل العمليه القانونيه. اذا فمن حقه ان الارتياح ديالو في العمليه، حنا اصلا ضامنين معاه. انا ما شديتكش باليدك دابا تقول لك بحال لا انا سولتيني علاش وجاوبتك علاش، قلت لك ان سميتو اش من الواقع بعد علاش براس ها علاش براس علاش براس انا اللي غير اللي بغيت نقول لك. مرحبا السيد باقي تحت وسط الصدمه اولا، ثانيا باقي ما تخافش مع المحامي ديالو باش يفهم ما يروج اشنا هو بعد المسطره. نعم باش يقدر يرتب افكاره باش يجاوب. باش تقدر تكون عمليه ديال الصلح استاذ، كاين شي عمليه ديال الصلح؟ سؤال فقط، سؤال بريء ما كاين حتى شي حاجة. حنا خرجنا من الجلسة باقي ما عندنا حتى شي حاجة. واش تقدر تكون عملية ديال الصلح؟ أنا ماشي أنا اللي كندير الصلح. أنت محامي ديال الضحية. أنا ما كنديرش الصلح، أنا محامي أدافع. فهمتي ولا لا؟ أنا محامي أدافع. شكرا سيدي، شكرا لهيئة الدفاع. بارك الله فيكم. مرحبا.
راه تصحت من الضغط ديال الصباح والله راه من هذيك الايام انا عس ولا كنجري في الله يسلمك مرحبا عذرونا زعما غير فهمتي ولا مرحبا. اذا المشاهدين موقع شوف تي في الرد ديال المحامين اعطاء اي تصريح من طرف الضحيه. الى هنا غادي نكون وصلنا نهايه المباشر من بن سليمان من امام المحكمه الابتدائيه. بن سليمان قرب لكم الصوره بالخلاصه. السيد الجاني تعتقل من طرف الان كيتوجد في المحكمه وتم الاعتقال ديالو رسميا. غادي يتم ادراج جلسه اللي غادي نتحدث فيها العقوبه الحبسيه او صلح، ما عرفناش الامور القانونيه كيفاش كتكون، ولكن المعطيات اللي عندنا ان البارح كانت مفاوضات يعني مع السيد جاو عندو اناس اصدقاء قراب المحيط ديالهم هما بجوج عرضوا عليه مبلغ مالي. ما عرفناش واش السيد غادي يقبل او غادي يفرض الشروط ديالو ولا غادي يخلي الامور للمحكمه الابتدائيه الغرامه ثم الاعتقال. اللي كتبقى حاجه ديالو هو حر حر في راسو، اما يطالب بالاعتقال او يتفاهم مع السيد يتنازل ليه ولكن يعوضو على داكشي. حريه شخصيه ديالو كنحترموها كيف ما كان الحال. المهم والاهم هو ان الناس جميع المغاربه تعاطفوا معاه وكلهم رفضوا داك السلوك اللي قام به داك الاجنبي. غادي نخليكم ان شاء الله ونحاولوا نرجعوا لمدينه الدار البيضاء نشوفوا شنو وقع في المدينه المليونيه في زمان كورونا. خلي لكم الراحه والعافيه والسلامه ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء.